ما معنى اسم وليد؟ اسم وليد من الأسماء القديمة التي عرفت منذ أمن بعيد، حيث أنه كان موجودا قبل ظهور الإسلام، وكان يتسمى به سادات العرب وقادتها، فقد كان اسم القائد المسلم والصحابي الجليل خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وأيضا كان اسم الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، فهو من الأسماء الجذابة والرائعة التي لا زالت موجودة في عصرنا الحالي، ولم تصاب بالقدم أو النسيان. وليد اسم علم مذكر ذو أصول عربية قديمة، ويعني هذا الاسم الطفل حديث الولادة والصبي الذي ما زال في المهد، وبعض العرب يضيف ألف ولام للتعريف والتفخيم، واسم وليد يأتي من الفعل ولده وجمعه ولدان والدان وولدا، وأيضا ولائد، والمؤنث من اسم وليد هو ولدة، ويأتي اسم وليد أيضا بمعنى الخادم القوي الممتلئ بالشباب والحيوية، ويطلق على الدجاجة أم الوليد، ويقال أن هذا الشيء غير مرتب له وهو وليد الصدفة، ويرمز أيضا للشخص الذي يتميز بالارتجال والعفوية. اسم وليد كان اسم القائد المسلم سيف الله المسلول الذي كان يدافع عن الإسلام ويسارع في نصرته، وهو أيضا كان اسم الخليفة المسلم الوليد بن عبد الملك، لذلك فهو من الأسماء التي يحبها المسلمون ويحرصون على تسمية أبنائهم به، حيث أن الطفل الوليد يفتخر به عندما يكبر ويعلم أن مشاهير الدولة الإسلامية كان هذا هو اسمهم. من يحمل اسم وليد هو شخصية غاية في الذكاء، طيب رقيق القلب هادئ الطباع، يحب والدته لدرجة العشق، كما أن له الكثير من الصفات الطيبة، فهو شخص طيب جدا محب لوالديه وبار بهم، ولكنه يحب والدته أكثر ويعشقها بجنون. وليد شخص يتميز بالذكاء الحاد، وهو أب حنون وزوج مثالي، رغم أن وليد شخص هادئ الطباع ودود، إلا أنه في بعض الأحيان يصبح شخص عصبي صعب التحكم في أعصابه، ولا يتنازل عن رأيه، كما أنه شخص عنيد بعض الشيء، ولكن سرعان ما يهدأ ويعود إلى طباعه الهادئة. وليد شخصية محبوبة، يحبه كل من يراه أو يعرفه، كما أنه يتميز بروح الدعابة، وأبواه يحبون أن يلقون عليه أسماء الدلع والدلال. ومن أسماء تدليل وليد ولد، ويلو، لولو، دودو، ويلز، ويلو، الولد، الوليد، ليدو، ليدا.